بسم الله الرحمن الرحيم طلبة الصف الاول الثانوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نكمل مع بعض دروس الاحياء بدأنا في الحصص اللي فاتت اتكلمنا على المركبات العضويه او المركبات البيولوجيه خدنا اول مجموعتين مجموعه الكربوهيدرات واتكلمنا على كل حاجه تخص الكربوهيدرات من حيث تركيبها ومن حيث التصنيف بتاع الكربوهيدرات واتكلمنا ازاي نكشف عن السكريات الاحاديه بالكاشف اللي اسمه بندكت مش بس مش بكشف بيه عن السكريات البسيطه كلها لان هو مش بيساعدني في الكشف عن السكريات الثنائيه بندكت بيكشف بس عن السكريات الاحاديه استخدمنا كمان كاشف اليود بكشف بيه عن السكريات المعقده اللي هي النشا اتكلمنا بعد كده على المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه الليبيدات وبرده اتكلمنا فيها عن كل ما يخص الليبيدات واهميتها النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المجموعه الثالثه وهي مجموعه البروتينات مجموعه البروتينات خلاص انا عارف برده التعريف من الحصص اللي فاتت بس هبدا بعد كده افسر الكلام اللي انا بقوله ده جزء جزء كده عباره عن ايه؟ يعني البروتينات عباره عن جزيئات بيولوجيه زيها زي الكربوهيدرات وزي الليبيدات، جزيئات بيولوجيه يعني جزيئات كبيره او بوليمرات بتتكون من اتحاد جزيئات صغيره مونيمارات بعمليه البلمره، الجزيئات الصغيره اللي هتبدا تتحد مع بعض عشان تديني البروتين هي الاحماض الامينيه، ايه هي اصلا البروتينات في جسمنا؟ كتير جدا ومتنوعة جدا وكلها مختلفة عن بعض تماما يعني هتلاقي اللحم او العضلات دي عبارة عن بروتين السوائل اللي في الجسم الشعر الاظافر الانزيمات اللي هي بتساعدني في التفاعلات اللي بتتم في الجسم وان شاء الله هنتعرض ليها مع بعض وبعض الهرمونات بتتكون من بروتينات فالبروتينات موجودة في جسمنا بكسرة أنواع كتيرة جدا متنوعة ومختلفة عن بعضها كتير جدا بس الأساس واحد أن البروتينات كلها بتتكون من بلمرة أو اتحاد أحماض أمينية الحمض الأميني مفروض برضو أن أنا عارف من الحصص اللي فاتت ان هو مركب هيدروكربوني يعني يشترط ان هو يكون بيحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين ذره الكربون مفروض ان انا عارف من الكيمياء اللي درستها في السنين اللي فاتت ان الكربون رباعي يعني لما باجي اوزع الالكترونات بتاعته بيبقى 2 اربعه لان هو عدد الذري سته فمعناها ان انا عندي في المدار الاخير اربع الكترونات فمعناها ان المفروض بيبقى حوالين ذره الكربون بص معايا كده ذره الكربون اللي في النص دي ذره الكربون حواليها اربع روابط الاربع روابط دول اساسي فيهم الذره اللي فوق اللي هي ذره الهيدروجين المجموعه اللي تحت اسمها مجموعه الار او الالكايل وخد بالك معايا هنعترض تاني او هنشرح مع بعض يعني ايه الار الار ده مش رمز العنصر ابدا الار ده رمز لمجموعة زي مجموعة كمان اللي هي المجموعة اللي معايا على اليمين دي اسمها مجموعة سي او او اتش دي مجموعة وظيفية اسمها مجموعة الكربوكسيل وظيفية يعني ليها خصائص حامضية المجموعة التانية اللي على الشمال اسمها ال اتش تو أو مجموعة الأمين مجموعة قاعدية إذا الحمض الأميني عبارة عن ذرة كربون في المنتصف مرتبط بها أربع حاجات ذرة هيدروجين مجموعة ألكايل برمز لها بالرمز R مجموعتين وظيفيتين مجموعة COOH اللي هي مجموعة الكربوكسيل ذات الخصائص الحامضية ومجموعة ان NH2 أو مجموعة الأمين ذات الخصائص القاعدية ليه بتقولوا مجموعتين وظيفيتين اصل دي مجموعة ليها وظيفة وظيفتها ايه وازاي جزيء في حتة حمضية وحتة قاعدية هنا بقى الاحماض الامينية ده علشان تقدر تتفاعل وتقدر ترتبط مع اشياء كتير وتديني تنوع كتير في البروتينات سبحان الله فبلاقي ان الأحماض الأمينية بيطلق عليها الأحماض القاعديه، كأنك بتقول الكلمه وعكسها حمض قاعدي اه لأن هي فيها جزئين فيها مجموعة الكربوكسيل السي اللي هي المجموعه الوظيفيه وظيفتها ايه يعني؟ يعني ايه وظيفيه؟ يعني ذات وظيفه، وظيفتها كمجموعه حامضيه تخلي الأحماض الأمينيه تقدر تتفاعل مع القواعد طب المجموعه الثانيه مجموعه الـ NH2 القاعديه. وظيفتها إيه؟ تخلي الأحماض الأمينية تقدر ترتبط أو تتفاعل مع الأحماض. إذا المجموعتين دول مجموعة السي أو ومجموعة الأمين. الاتنين مجموعات وظيفية وظيفتهم يساعدوا على التفاعلات. سواء مع القواعد او مع الاحماض نيجي بقى لحاجه هنا مهمه مجموعه الار الار ديت يعني ايه؟ الار دي يعني مجموعه اسمها مجموعه الالكايل ان شاء الله هناخدها بعدين في الكيمياء العضويه ان في مجموعات كتيرة زي مثلا لما اتكلمنا على مجموعه الكحولات يشترط ان هي بتحتوي على او اتش وكان مثال ليها الجليسترول اللي بيحتوي على 3 او مش ده الكحول الوحيد بس ده في صفة الكحولات انه هو جزيء عضوي عنده او اتش نفس الكلام مجموعة الالكايل الالكايل ديت زي مثلا كده بمنتهى البساطة الميثان الميثان دوت عنده في الاخر المقطع الف ونون عشان هو ضمن مجموعة اسمها الالكانات لو انا شلت من الميثان ذره هيدروجين بقى CH3 ما اقدرش اقول عليه ميثان اقول عليه ميثايل بقى مش الكان بقى الكايل وعليه في كمان مجموعه كبيره بتتبع او بتحذو نفس سلوك الميثان بتبقى ال بتبقى بدل ما هي الكان بتبقى الكايل بينتزع منها يعني ذره هيدروجين عشان تقدر ترتبط فمعناها ان الألكايل ده مجموعة مش رمز لعنصر يعني الأحماض الأمينية متنوعة يعني يا شباب أقدر أقول إن أنا عندي أحماض أمينية كتير أه طبعا عندي الأحماض الأمينية كتير جدا في عندي الأحماض الأمينية لو أنا شلت الآر وحطيت مكانها أي مجموعة من الألكايلات فهتلاقي عندي عشرين حمض أميني واحد منهم بس هو اللي بدل مجموعه الآر بيبقى عنده ذره هيدروجين يعني تركيبه سي في المنتصف واتش في الجهتين العلويه والسفليه وسي أو أو اتش وان اتش 2 مجرد ان هو ما عندوش الآر عنده مكانها اتش الحمض ده بسميه حمض الجلايسين لكن عندي 19 حمض اميني تانيين بيبقى عندهم مجموعات الألكيلات يعني انا عندي عشرين حمض اميني ال 20 حمض اميني دول بيبداوا يترتبوا مع بعض بطرق مختلفه عشان يكونولي اعداد لا حصر لها من البروتينات البروتينات عشان تتكون تبدا تتحد الاحماض الامينيه مع بعضها الأحماض الأمينية عشان تتحد هتبدأ تكون ما بينها وما بين بعضها روابط علشان تبدأ المونيمرات تتحد مع بعض بعملية البلمرة وتبدأ تديني البروتين بس الكلام ده بيحصلش خطوة واحدة بيحصل ايه الاول بيرتبط حمضين امينيين بيكونوا مركب بسيط المركب ده عبارة عن حمضين أمينيين بينهم رابطة مخصوص بتبقى للبروتينات بس اسمها الرابطة الببتدية وهنشرحها مع بعض بالتفصيل حمضين أمينيين يبقى ثنائي بينهم رابطة ببتدية يبقى مركب ده هسميه ثنائي الببتيد يعني ايه ثنائي يعني اتنين اتنين حمض أميني وببتايد عشان بينهم رابطة ببتدية ممكن بعد كده يجي حمض اميني كمان يرتبط مع الحمضين دول يبقى عندي ثلاث احماض امينيه بينهم كام رابطه ببتديه اتنين فبسميه ثلاثي او عديد الببتيد يعني بعد كده هتبدا تتكون لي سلسله السلسله دي سلسلة من عديد الببتيد طيب تبدأ تتحد السلاسل دي مع بعضها تكون لي مركب معقد اسمه البروتين بس أنا برضو مش فاهم إزاي الرابطة الببتيدية تكونت الرابطة الببتيدية اتكونت عن طريق إن الحمضين الأمينيين اللي اشتركوا مع بعض أصلا الأحماض دي متشبعة مقدرش إن أنا أربط معاها حاجة تانية بص معايا على الشكل اللي معايا فوق على اليمين ده حمض اميني الحمض الاميني ده زي ما احنا متفقين سي وسي او او اتش في اتجاه والان اتش 2 في اتجاه تاني طبعا عشان ينفع يحصل الارتباط ببدا ان انا افك شويه المجموعات الوظيفيه دي علشان اقدر اشيل واحط لان هي لو ما تنتزعش منها حاجه المركب مش هيتفاعل لان هو اصلا متزن ومستقر ومتشبع هيحصل ايه هيبدا يحصل تفاعل ماليش دعوه بالاتش والار اللي في الجزء العلوي والسفلي التفاعل او الارتباط هيحصل ما بين الان اتش 2 لحمض اميني والكربوكسيل او السي او لحمض اميني تاني الجزء اللي متحدد بالبنفسجي ده هو ده اللي هيحصل منه التفاعل هاخد ذره هيدروجين من مجموعه امين مع او OH اتش او هيدروكسيل من كربوكسيل حمض اميني مجاور اصبح عندي هنا في مكان فاضي مكان ما شلت الاتش من الامين بتاع حمض اميني والاو من كربوكسيل حمض اميني مجاور في المكان ده بقى فيه هنا عدم تشبع يبدا يحصل الرابطه اللي مشاورنا عليها بالسهم هي دي الرابطه البيبتيديه والجزيء اللي انا شيلته على جنب اللي متحدد بالبنفسجي ده اتش من جزيء و اتش من جزيء تاني اتكون لي من اتش والو اتش الميه يعني التفاعل بتاع بناء البروتينات وتكوين الروابط الببتيدية ده تفاعل نازع للماء كان لازم انتزع شيء علشان الجزيئات بتاعت الاحماض الامينيه من غير ما يحصل الانتزاع هي مستقره ومتشبعه فكان لازم اشيل حاجه عشان افضي مكان لرابطه جديده اللي شلناه هو ايه؟ اتش من مجموعه امين لحمض اميني و او من مجموعه كربوكسيل لحمض اميني اخر بدا يحصل الارتباط مكان الارتباط دي رابطه اسمها الرابطه الببتيديه وانتزعنا الميه بالاتش من الامين والاو اتش من الكربوكسيل الرابطه اللي اتكونت اسمها رابطه ببتدية المركب الناتج من ارتباط الحمضين الامينيين بالرابطه الببتدية اسم مركب ثنائي الببتيد و لما بكون روابط ببتدية تانية هيتكون معايا سلسلة اسمها عديد الببتيد تبدأ تتحد السلاسل تكون البروتين لأن البروتينات في تركيبها معقدة وبتتكون من اتحاد عديد من الأحماض الأمينية اتكلمنا كمان في الجزء اللي قبله إن الأحماض الأمينية ليها عدد محدد عددها عشرين حمض أميني بيختلفوا في إيه ما كلهم نفس التركيب بس بيختلفوا باختلاف مجموعة الأر أو الالكايل حمض اميني وحيد هو اللي ما عندوش الكايل عنده بدلها هيدروجين اللي هو الجلايسين لكن 19 حمض اميني انواعهم مختلفه من مجموعات الالكايل فبتديني 20 نوع من الاحماض الامينيه طب ال 20 نوع دول بيبداوا يترتبوا مع بعض ويدوني ايه بروتينات بس مع ان البروتينات وده دايما بيجي في اسئله كتير مع ان البروتينات عددها محدود لكن بتديني اعداد كتيره جدا من البروتينات مع ان عندي احماض امينيه عددها ثابت عددها 20 نوع لكن بتديني اعداد كبيره من البروتينات من امثله الاحماض الامينيه حمض الجلايسين اللي لسه قايلين عليه حمض الالانين حمض الفالين ما هو انا مش شرط لما اجي اكون احماض امينيه عشان اكون منهم بروتينات يكونوا كل الاحماض الامينيه الداخله في بناء البروتين متشابهه يعني ايه؟ يعني ممكن انوع يعني ممكن يبقى نوع واحد بس من الاحماض الامينيه ممكن يبقوا نوعين ممكن ترتيبهم يختلف يعني لو انا مثلا جبت عشرين لون من المكعبات وديت ال 20 لون دول عملت منهم كررت منهم مثلا عشر مجموعات وديتها ل من الطلبه وقلت لهم يا جماعه من المكعبات دي ابداوا اعملوا اشكال في اللي هيعمل اشكال هندسيه فبدا يغير لي في الشكل بتاع المكعبات اللي هيعملها في واحد هيستخدم لونين يعمل بيهم الشكل الهندسي بتاعه او هيعمل مش شكل هندسي هيعمل شكل تاني فعلشان في تنوع كبير مع ان الاصل ثابت فبرضه البروتينات نفس الكلام هتختلف باختلاف انواع الاحماض الامينيه الداخله في بناء البروتين طب ما ممكن استخدم نفس الانواع بس اغير في ترتيبها يعني مثلا عندي بروتين بيتكون من جلايسين والانين وفالين ممكن الفالين يبقى هو الاول الحمض الاميني الفالين يجي قبل الجلايسين يجي قبل الالانين نفس الانواع اهو بس ترتيبها اتغير ممكن اغير عدد الاحماض الامينيه يعني مثلا الجلايسين هستخدم منه اتنين جزيء مثلا مع جزيء الانين مع جزيء فالين طالما تغير العدد أو تغير النوع أو تغير ترتيب الأحماض الأمينية فى سلسلة عديد البيبتايد يبدأ يتغير معايا البروتين فمعناها ان انا ممكن من أعداد محدودة من الاحماض الأمينية اكون أعداد كبيرة من البروتينات حسب نوع او أنواع الأحماض الأمينية حسب ترتيبها حسب عددها الداخلة فى تكوين سلسلة عديد البيبتايد وبعد كده إن شاء الله هنكمل مع بعض ونبدأ ندخل في تصنيف البروتينات احنا كده عرفنا يعني ايه بروتين عرفنا ان البروتين بيتكون من حمض اميني عرفنا ان الاحماض الامينيه بترتبط مع بعض بروابط ببتديه عن طريق نزع الماء علشان اكون رابطه ببتديه ويبدا يكون ثنائي الببتيد ويبدا يتكون عديد الببتيد وسلاسل عديد الببتيد تكون البروتين هبدا بعد كده اشوف البروتينات تصنيفها ايه واشوف التنوع فيها عامل ازاي في الحصه الجايه ان شاء الله